ببيناتنا اليوم صحيح ضيف عمره صغير ولكن هو بطل. معي بطل لبنان بالسباحة أنطوني صعيبي ووالده السيد ريمو صعيبي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. بطل صغير يعني عمرك 16 سنة. كيف بلشت هالهواية معك؟ بلشت على عمر 4 سنين. سجلنا بي بالسباحة بالرمال وقتها. كنت أخذها أول شيء هيك تسلية. إنه 4 سنين عمر كتير صغير. إيه كنت أخذها يعني. تسلية. قطعت فترة بطلت حب السباحة. بدي أوقف وهيك. بي ضلوا عم بشجعني وهيك كفيت. فوتوني بفريق منتخب لبنان. أي متى حسيت إنه ما بقى بدك تعمل السباحة؟ على 7 8 سنين. ليه؟ زهقت. تعبت. يعني إيه خلص بطل بدي بس. أكنت تتمرن كتير أنطوني؟ يعني بين 4 و7 سنين ليه حسيت أنه هيك زهقت؟ كنت أتمرن 2-4 جمعة سبت وأحد. كم ساعة بالنهار؟ ساعة ونص. بس كنت صغير. هلأ بتمرن 6. مش كتير شوي يا أستاذ ريمون؟ المبدأ لا، إذا بناخد برابور على الشيء اللي عم بيصير برا يعني نحن شوي مقصرين لأنه عنده البروجرام تبع المدرسه الحمد لله بلبنان فول. بدك تقسمي له بين مدرسته وبين التمرين تبعه. يعني الهدف كان واضح من الاول انه انت حطيته السباحه مش بس لتكون رياضه اما هوايه، حطيته سباحه وحاطط براسك انه بدك توصل لمحل من هالهوايه. بالمبدا ايه يعني على طول واحد بفوت بشغله بفكر بالاشياء الابعد. بس توصل لمطارح اوقات بتحسي على حالك انه نرجع بنقول نحن بلبنان عنا ماكسيموم بنقدر نوصل له، بدنا نشوف اذا بنقدر نوصل ابعد من هيك. نعم. بس بالمبدا انه وصل لمرحله لانه بتعرفي رياضه السباحه شخص بيسبح يعني راسه بالمي بمل منها يعني مش مثل الباسكت مثل الفولي ومتعبه جسديا ومتعبه بالتحضير وطلع اتحمم ورجع روح دروس وسقعه وشوب وهيك يعني وبالفتره الشتاء يعني بيوصل مأخر على البيت صح بيبقى لا يوصل يتحمم وينام تنهار بيقوم بكير وبالاخص هلا كمان نرجع نحكي بعد شوي انه عم بيتمرن اوقات الصبح الساعه 5 يعني بيقع 4 الصبح بيتمرن 5 بيجي على البيت بيتحمم بغيته وبيطلع على المدرسه يعني في كتير تعب بس فينا نقول انه قلبك قاسي بالمبدا اكيد لانه وقت اللي هو قرر يوقف ضليت ضاغط عليه شوي صغير كيف قدر يقنعك انه تكمل انطوني؟ صار يقول لي فكر بالمستقبل على طول فكر انه هلا بركي ما حدا عم بيسمع فيك بس بعدين بركي تصير بطل بالاولمبيكس وهيك تشجعت شوي انا وكفيت وهلا انا عم بربح كومبيتيشنات بلبنان وبرا والوالده كمان شجعتك؟ اكيد او هيك حن قلبها شوي عليك؟ لا اوقات هي بتحن علي اكثر من بي بس انه نعم كمان هي كثير شجعت اكيد بتحن عليك شوي اكثر لانه هو كثير قلبه قاسي يعني ليه قررت انه سباحه ريمو؟ بالمبدا انطوني كان يعمل كثير اكتيفيتي يعني باسكت فولي تنس بس مشي بالسباحه وكان وقته اكثر يعني الكوتش تبعه قال لي انه عنده اندورانس يعني جسمه بيعطي قوي هلا بتلاقي ناس بتسبح اكثر يمكن من انطوني بس ربنا مش عطيهم قوه بجسمهم يعني في قوة بجسمه بده يستغلها هلا يعني جربتوا كذا نوع رياضة بالأول 100% بالمبدأ بالسباحة هو لقي حاله والكوتش تبعه كمان لقي إنه بيقدر يعطي أكثر والحمد لله وقف الهوايات الثانية يعني بضل بس مشكلة إنه ما عنده وقت يعني التنس بعده بيعمل أوقات فولي بول بعده بيعمل هلا رايح على شيء جديد كمان على الدانس كمان ف مش معقول يعني. بس نجرب قد ما فينا يعني على طول في شيء بيشدك لورا هو مدرسته يعني على طول بنضل نعمل اكليبر ليضل الميان تبعه بمطرح بدي احكي معك مفصلا عن هالموضوع انطوني يعني صح. عمرك 16 سنه هلا بعز الدرس بالمدرسه ومرقت كمان مراحل كثير صعبه يمكن بالمدرسه اكيد خصوصا انه المدارس عندنا مش كثير خفيف شغلهم يعني في وزن درس بينعطى بعد الظهر كيف قدرت تلحق انطوني وخصوصا انه ما كنت تتمرن مره بالجمعه اما بس بالفرص يعني كنت عم تتمرن بشكل دايم كل يوم اما كل يوم بعد يوم بلشت اول شيء انا وصغير 2-4 جمعة سبت احد كنت لحق شوي درسي بثلاثة وخميس هلا رجعت كل يوم عم بتمرن يعني 3-4 5 جمعة سبت احد نعم تنين عم باخذها فرصه عم بجي من المدرسه اتغدى ارتاح شوي ادرس مثلا ساعه ونص ماكسيموم ارجع اروح على السباحه دغري
ليه ضحكت لما شفت صورتك؟ شو بتحس لما بتشوف صورتك يعني انت عم تسبح؟ بدي اقول لك شيء مبين غير شخصيه كليا، يعني مبين انه هون هيك رواق، وعرفت انه كلهم هيك بيقولوا لي ايه، مبين هون شرس. في قوه ايه. في شراسه صح؟ ليه هيك بيصير؟ شو بيصير؟ قوتك كلها بتروح على السباحه. لا يعني. كلهم بيقولوا لي انت ما بتوحي انه هيك فيك تعمل بالماي، خصوصا انا عم بسبح ما بشوف حالي كيف عم بسبح، مشان هيك ما ترجع بتحضر حالك وبعدين اوقات ايه. بتقيم شو يعني بتشيل اغلاط مثلا عملها او بس مثلاً الكوتش بيقدر يشيل لك اياها؟ توصل لمرحله ام تقدر تلاحظ انت وين ومغلط؟ اكيد لا، اذا انا وبالماي مش ما بشوف حالي كيف عم بسبح ما بعرف، بس الكوتش اوقات هو بيصلح لي اغلاط، بيركز علي، بيقول لي بس رجع ايدك لورا اعمل هيك. نعم بحسن سباحتي اكثر. ولكن هالاخطاء ما منعتك انه تصير بطل، رح نحكي عن هالموضوع. ريمو، لما بيكون الولد صغير يعني قد ايه صعب انه ترافقه بهالموضوع؟ يعني كمان انت عندك شغلك، وكمان يمكن الام عندها شغله، عم بيكون في تفرغ كلي للسباحه. عنده عنده اخوه؟ اكيد عنده بنت اصغر منه وصبي كمان اصغر. نعم. بمرحله معينه تعبنا كثير، يعني انا كنت اترك شغلي اقعد انطرهم، يعني اقعد احضر التمرين كله. نعم. واخواته كمان واخته، لانه يعني صغير هلا بتلاقي انه على طول بتبلش الاهتمام، بعدين عم بصير شرشاجي يعني. والمشكله انه ما في حدا يعني ياخده ويجيبه، يعني احنا بدنا ناخذ، نحن بدنا نجيب بوتراجي بين البيت والنادي، كمان بعيد على جيتسير. بس اول فتره اول 4-5 سنين كنت وصله اترك شغلي انطر ليخلص، وصله على البيت ارجع اروح اهتم بشغلي. نعم. نفس الشيء مدامتي، يعني كنا نتقسم الادوار، انه هلا في عجقه بالراجعه بتروحي انت، انا بروح بجيبهم تنقدر. شغلي كتير صعب. ليش؟ لأنه الولد عادة بتحسيه بيكون مودي، يعني نهار بده نهار ما بده، نهار شاف شي بلاي ستيشن تليفون كذا خلص مزاجي. كمان انه بحس انه بده يتسلى كمان، مش كل حياته بدها تكون جديه واجبات يعني. صحيح. انا اصريت انه تكون معنا اليوم بالمقابله، مع انه حضرتك ما كان كثير على بالك، ولكن انا بحب انه لما بيكون عندنا بطل بهالعمر انه نعرف كيف، لانه دور الاهل كثير كبير. صحيح. بالنتيجه بهالموضوع الولد لحاله يعني قد ما كبر ما بيقدر يعرف هو وين لازم يكون، اما شو الاشياء المفيده له. كيف كان خيار المدرب؟ كيف كان خيار المحل اللي عم يتمرن فيه لحتى توصل لمحل يعني بلش يوصل أنطوني للعالمية فينا نقول؟ هلا في كتير اشياء بتلعب دوره، يعني الكوتش بيلعب دوره، يعني نحن منبلش بالاساس بالبيت، بيرجع الكوتش تبعه منوجه له تحيه، اللي بطرس كتير كول، هو اللي مرافقه من هو وصغير. صحيح. كتير كول، كتير بيستوعب السبيح، يعني اذا شي نهار مثلا ما قالوا جلد يسبح حاسس بتعب وكذا مش بيعيط ما بيقسى عليك أنطوني؟ لا أبدا، يعني بتتفق معه حسني تعبان بيقول ارتاح، يعني ما بيشد يلا روح نعم. وهل هالشغلة هيدي بتحس ساعدة أنه تتقدم؟ أكيد يعني يمكن لو كان مزعج أما كان عم يقسى عليك يمكن كنت هربت. كنت صح. ولما حسيت بهيدي المرحلة يلي بدك توقف فيها كيف كان هو ردي تفعله معك؟ ما كنت عم فرجي كتير انه كان بدي اوقف، بس انه كنت روح على التمرين غصبا عني، ما قلت جلادي اسبح. صار بي يعطيني معنويات اكثر، وهيك صرت شوي شوي اتحسن وشقلت فرجي. رح ازعجك بهالسؤال ريمو، هل حسيت حالك بمحل معين مجبور اما إيه؟ مزروك؟ صراحه ايه. في فتره صرت احس انه سباحه خلص، انه كانه انت عم تعمل هالشيء لترضي الوالد مش لإلك. وهلا هلا صرت احب السباحه. يعني صرت عم بعمل عم بسبح من قلبي بالماي و نعم هيك. لكن عم ببلش هواية تانية بتحبها أكثر أو لا؟ لا، أحلى هواية عندي سباحة، بعدين بيجي كل شيء بالماي. يعني نعم. ريمو، هل حسيت بمحل معين إنه عم تظلمه لأنطوني؟ أكيد بفترة، مش عم نحكي عن هلا. هلا رح نحكي عن هالمرحلة بعدين مفصلا، من لما صار بطل ولما صار يربح المباريات، ولكن قبل هل في مرحلة معينة حسيت بأنه عم تظلم؟ أكيد على طول بتفكري، وعلى طول مدامتي كانت تقول لي اليوم سقع حرام خليه بلا ما يطلع، لا أنا لا شو إذا اليوم سقع وبكرة شوب وهيك. بس أنا بلاقي شغلة، في كتير ناس بيقولوا لي إنه الولد عادة بيكون ورقة بيضة، يعني شو بتعبي عليها بتقدري تمشي.
اعتمدت هيدي الفكرة لقدر بس أنه أمو يوصل لمطرح، لأنه ما بدنا نحكي بغير شيء، الحمد لله أنه في كتير ناس عم بيروحوا على غير مواضيع السبور، يعني أكيد فضل على أشياء بشعة، يمكن عبيله وقته بالسبور وبأكتر من أشياء بيلتهوا، يعني بكفي سليلات. رح نتابع حديثنا بتفاصيل المباريات تبع أنتوني، ولكن رح نتوقف شوي ونرجع. أنتوني، أي متى بلشت أول مرة تشارك بمباريات؟ قد إيه كان عمرك؟ كان عمري 9 سنين. بالكومبيتيشن بيكون في فئات 9, 10, 11, 12. كنت أول مرة بشارك مع الأكبر مني. ما بنسى الكومبيتيشن كان عندي 50 متر. قد إيه أنت كان عمرك؟ 9. واللي أكبر منك؟ كانوا بالعشرة، 10 سنين. كان عندي سبق 50 متر. نعم. أي نوع سباحة؟ كرول عادي. أنا عملت 25 ووقفت. كانت أول كومبيتسيون بنزلها. ليه وقفت؟ خفت ولا تعبت؟ كنت أنا كتير خايف. نسيت أنه عندي روحة رجعة، وقفت على 25. صاروا كلهم يصرخوا لي يلا روح يلا روح. رجعت كملت؟ طلعت تالت مع الوقفة. صح. وطلعت تالت. صح. وكيف تنقيت لهيدا المباراة؟ يعني هل أنت كنت تختارهم؟ هل الوالد كان يختارهم؟ أو المدرب؟ كان يختار المباريات؟ كيف كانت تصير؟ المدرب اكيد على طول بيشوف سبيحه، بقيم له سباحاته. نعم. بيقرر شو بده ينزل، اذا بينزل كرول براس او نعم. او بابيون. فعلى طول انا هو من ناحيه وين في هلا مباريات اذا بتحبوا تشتركوا فيها؟ هلا بالمبدا البطولات المعروفه، يعني معروف الداتا تبع بطولات لبنان. نعم. كاس لبنان، بطوله الاستقلال، بطوله البحر، يعني اجمالا مثل امبارحه كان في بطوله الاستقلال بالبحر. كمان كان مشارك فيها أنتوني. هدول ايش؟ شو طلعت اول؟ شو هالسؤال البايخ؟ نو، ما فينا نعتبر بايخ، بالعكس، لانه في كتير اشخاص قوية مثل أنتوني، ولو ما في حدا قوي ما كان شيء بحمسه لأنتوني انه يشتغل هيك بهال، ولا ما بيقعد في روح منافسه. صحيح. يعني فالداتات تبع الكومبيتيشنات معروفه. هلا وقت اللي بيجي انفيتاسيون من برا، من نادي، من دبي، من قطر، من مطرح، لمين بتجي هيدي؟ بتجي الدعوة للاتحاد، والاتحاد بيوزع على الأندية، والأندية هي بتاخد قرار إذا بتبعت أو ما بتبعت حسب ال... نعم. هل هالاتحاد صار بيعرفه لأنتوني؟ أكيد. يعني هل عم يشتغل معكم كشخص فرد أو من خلال النوادي؟ لا، بيشتغل من خلال النوادي، لأنه هلأ كمان أنا نوجه تحية لرئيسة النادي مدام مارسيل برجي اللي هي رئيس الاتحاد بنفس الوقت. نعم. وكمان متشكر ومتشكر اعضاء الاتحاد يلي هن عم بيهتموا باجمالا بكل السبيحه. كل ما بيشوف صوره بيضحك أنتوني، مش معقول شو حلوين الصور، وكثير معبرين على فكره، يعني بيبينوا عن قد ايه قوه جسديه، يعني حتى صور هون مش فيديو عم نحضر، واضح القوه الجسديه اللي عندك اياها أنتوني. مبروك. اي متى اول مره أنتوني ربحت بطوله لبنان؟ إذا ماني غلطان 12-13 سنة، يعني مش قبل. كان عمرك 12-13؟ قبل كنت أربح تالت رابع بطلع. نعم. هيك. بس أنا تحمست، نفسيتي تحمست أكتر بس طلعت أول لأول مرة 12-13 سنة، بس حسيت إنه في نافس بالمرتبة الأولى ضد غيري. نعم. صرت أنا أنبسط أكتر بالتمرين وانزل على الكومبيتيشن محمس أكتر. ومن وقتها صرت كل سنة تشارك وكل سنة تطلع. صح. الأول؟ صح، كل سنة تطلع الأول. يعني من كم سنة لليوم؟ يعني كم تروفي؟ يعني بالمبدأ 4 سنين لورا. هلا الكاتيجوري تبعه يعني أوقات بيسبح. كيف بتنقى هالأمور؟ يعني كمان كيف على أي معايير الدولة بتنقي؟ ما بتنقي. هلا في كومبيتيشن، النادي هو بقرر مين بينزل، عم نحكي اللوكال بلبنان. النادي مثلا نادي ريمال عنده تقريبا شي 70 سبيح، بينزل 70 أو 60 سبيح حسب الكاتيجوري تبعهم، حسب الأعمار. هلا كل سنة حسب، لأنه هني بيسبحوا كل سنتين مع بعضهم، يعني 14-15-16-17 حسب الكاتيجورية اللي بيكون فيها أنتوني. نعم، عم نشوف فيديو هون. أنتوني عم يسبح هون بأي بطولة؟ هذه بظن آخر بطولة، بطولة بسبتمبر، بطولة لبنان. نعم. ربحت فيها 8 ذهب. 8 ذهب؟ بكل 8 سباقات 8 ذهب. وكسرت 3 أرقام للبنان. أرقام قياسية؟ عالمية يعني؟ لبنان. أو لبنانية؟ بلبنان.
نعم ألف مبروك. مرسي. يعني أكيد. طب ما بتتعب، ما بتخاف، ما بتحس أنه نهار عندك مباراة ومش قادر تعملها، أو دايما بتحس أنه جسمك جاهز لأنه صار عندك مثل يعني مخزون إذا فينا نقول تمارين؟ صح. بكل كومبيتيسيون بخاف، بعمل ستريس، بعصب، عادي يعني. إذا ما بخاف ما بحس ما بعمل منيح، لأنه إذا بخاف كون أنه عاطي أهمية لهالكومبيتيسيون، بدي أسبح منيح، بدي أربح وهيك. نعم. إذا نزل ودرسك ما بيتأثر يعني قبل أو بعد كومبيتيسيون أو قبل خصوص المباراة، ما بتحس أنه مش عم تقدر تركز على الدرس أنطوني؟ بالمدرسة ما بفكر. هلأ أنا عم تفصل إيه، بساعد كيف ساعد حالي بالدرس، بالصف بنتبه، وبالبيت انه هيك ما عم بدرس كثير بعوضهم بالصف. نعم. خبرتني انطوني انه شاركت كمان ببطولات بمباريات عالميه. صح. ايهن وايمتى؟ في بدبي بتساب كل سنه بافريل، في بقطر اسمها H2O كمان بفيفريه بتساقب، وبروح كذا كمان كامبس. نعم. تمرين بالاردن مثلا. كيف عم بتكون هالمشاركات؟ حس حالك انه بالمنافسه واصل يعني لقد المنافسه اللي بكم شغله؟ ايه بس انا بقول انه لازم بعد اشتغل. بتحس انه بعد عندك شويه نقاط ضعف لازم تشتغل عليهم؟ وهل حاسس انه التمرين بلبنان بكفي او كانه لازم يمكن تروح تتمرن برا اما مع مدربين عالميين لحتى تقدر تشارك ببطولات عالميه انطوني؟ إذا الواحد بده يتمرن، إذا بده يتمرن بلبنان أو برا، اللي بده يوصل كيف ما يتمرن بيوصل. حلو. ريمو رح وجه لك زيت السؤال، هل بتحس إنه في محل معين يمكن بيوقف في حدود لازم نرجع نكملها برا أما مع ناس عالمية؟ أنا بقول أكيد، لأنه عندنا بروبلم نرجع منقول هو السيكل تبع المدرسة، يعني مدرسة وجامعة. بتحسي إنه عم بيكبر، يعني هلا محمس أكيد. كلياً بيشتغلوا برا غير بلبنان، بيشتغلوا على المورال، بيشتغلوا على الأندورانس، بيشتغلوا على التمرين، على كل شيء، على الأكل تبعه. نحن الموضوع الأكل تيت بيرسونيل نحن بنهتم فيه، المورال بيننا وبين الكوتش بنشتغل عليه. هلا وقت اللي بيكبر بيوصل على الترمينال، بده يفوت على جامعة، تعرفي أنت متطلبات الحياة يعني طبعاً. فات على جامعة صار بده سيارة، صار تغير جو من المدرسة على جامعة، بدك تشوفي دوام الجامعة أي متى، دوام تمرينه أي متى، قديش عنده درس، يعني رجعنا فتنا بشغلة. هلا نحن مقررين مثل ما أنطوني محمس مرنين كفي على قد ما بنقدر. إذا عم نحكي بلبنان، إذا بدنا نروح على أكاديمي برا اللي هو عم نجرب نعمل كونتاكت شي مطرح، صرنا أول شيء بدنا نخسره كأنطوني لأنه صار بده يعيش برا، إن كان بفرنسا أو بإسبانيا أو وين ما كان. نعم. وبالتالي ما عنده حدود لأنه بيرجع تعليمه ورح يكمل سباحته يعني برا طبعا. بس بالمبدأ هلا ماشيين، ما بنقدر نعرف يعني ما رح نجزم من هلا. بس أنا أنطوني قال لي إنه هو بده يشارك بمباريات عالمية وبده يوصل للعالمية، يعني لحق وصل لهون ما رح يوقف هون، وبعده عمره بفتكر بيساعده. لأي عمر بتقدر تكمل بالسباحة وبالاشتراك بمباريات؟ يعني 25 سنة بتصور، يعني بعد عندك وقت كافي لحتى ما توقف هون. وأنا أكيد بقول لك اوعى توقف هون. رح نحكي شوي عن حياتك الشخصية. بأي صف صرت؟ سكوند. وشو رح تكمل بعدين؟ يعني بشو رح تتخصص؟ أنا بحب أعمل أو بروديوسر أو تيليكومينيكيشن. نعم. وشو قصة الرقص؟ بلشتها جديد بعد. أكيد رح تنجح فيها وأكيد رح تنجح بكل شيء أنطوني. نحن كتير فخورين فيك وبدي أقول لك ألف ألف مبروك وكمل دايما لقدام. مرسي لوجودك معنا ريمون سعيد. مرسي لكم. أهلا وسهلا فيكم. مرسي. مشاهدينا نحن رح نتوقف مع بريك صغير ومنرجع.